الجزيرة مبروك بطل هاني دانغوريا، فلتكن تسمية هانيا. مبروك مبروك دانغوريا، مبروك الكابتن جاسم منتصر ثاني الجمهورية، مبروك ولاية الجزيرة هذا النصر المؤدر، وإنه لنصر حقيقي، فقد كانوا بحق أبطال، وكان حقا لهم أن يكونوا مسك الختام لهذا الكرنفال وهذا المهرجان الذي صادف أهله. وها هي شمس السماء قد غابت هجلا وتوارت، وها هو بطل الجزيرة يزين سماء هذه الأمسية، فنقول صباح الخير. لا نقولها إلا لأن السماء قد ازدانت بهذا النصر. مبروك ولاية الجزيرة، مبروك هاني دانغوريا بطل الجمهورية، مبروك كابتن قاسم منتصر ثاني الجمهورية، وهكذا حال الأبطال دوما. مبروك مبروك مبروك، تهانينا تهانينا مضمخة بأحلى أمانينا، وهذا هو نصر يقدمه بطل لولاية الجزيرة في هذا المساء الحالم. الآن قائد رجب الاسكواش دكتور عمر الخير، مخاطبا هذه الكوكبة وهذه التظاهرة، دكتور عمر الخير رئيس اتحاد الاسكواش السوداني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فتح الأمين وبعد، حضور الكريم جميعا. ولكن نبدأ بثانيها، كابتن قاسم منتصر، فهو كاسمه دوما منتصر، وسيظل علما في هذه اللعبة في جميع أركانها في جميع بقاع الأرض. كان بطلا في الكويت، وبطلا في قطر، وبطلا في كل المشاركات التي شارك فيها السودان، وهو بطل فردي رجال في كل الأعوام السابقة، ولكن الآن خرج عليه مارد من قمقم، طالما خرجت منه أبطال وأبطال. ها هو البطل هاني دانغوريا، هاني دانغوريا بطل الجمهورية الخامسة، البطل هاني دانغوريا. مبروك مبروك مبروك، تهانينا 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 مضمخة بأحلى أمانينا، تهانينا هاني دانغوريا، تهانينا تهانينا. هكذا النصر دوما. بالنسبة للمباريات بتاعة الكرة الرجال حقيقة الآن هو ضيق الزمن، والآن المباراة النهائية أخذت كثير من الزمن، إحنا إن شاء الله حنفصل فيها في الغريب العالي إن شاء الله ونتجه والآن ختام ونسكن. فيتقدم لنا الدكتور عادل عبد العزيز لشرف البطولة في كلمة.